مرحبا بكم، كيف الحال يا أعزائي؟ هل رسمتم الدب والسنجاب بشكل جميل؟ هل ننطلق الآن في رحلة قصتنا لنعرف هل سيظهر صديق جديد أم لا؟ لعب الدب والسنجاب بسعادة بعد أن أصبحا صديقين، وفي هذا الوقت جاء من السماء أحد الطيور طائراً، ثم قال للدب والسنجاب: أنا أيضاً أريد أن أكون صديقاً لكما، أهذا ممكن؟ وأجاب الدب: طبعاً طبعاً، أنا حقاً سعيد لأنه أصبح عندي الكثير من الأصدقاء الجدد. نعم، ظهر الطائر صديقاً جديداً، ما رأيكم في رسم الطائر؟ هيا نرسم وجه الطائر دائرياً، ثم برسم دائرة أكبر نسبياً نرسم الجسم، ثم نرسم المنقار برسم مثلث صغير بجانب الوجه، ثم الذيل أيضاً بشكل مثلث، ولكنه يكون مثلثاً أكبر قليلاً هكذا، وبعد ذلك نرسم العين بشكل منحن هكذا ليكون هذا ملامح ضاحكة. والآن ما أهم شيء عند الطائر؟ نعم، الجناح، يجب أن يكون عنده جناحان ليطير في السماء. الجناح نرسمه هكذا، فوق الجسم دائرة لأعلى ودائرة لأسفل، ثم نرسم شكل الريش هكذا. الجناح في الجانب يغطي الجسد ولذلك لا يظهر بوضوح، ولذلك هنا ليس واجباً أن نرسم الجناح. ثم فوق الرأس أيضاً نرسم ريشاً لطيفاً هكذا، ويمكن تقسيم المنقار هكذا لأعلى ولأسفل. ثم هيا نحاول رسم الخلفية على شكل خطوط. هذه المرة نرسمها بشكل مختلف، نرسمها على شكل خطوط حادة هكذا هكذا. ثم نحاول رسم خطوط حادة باللون الأزرق، ثم نحاول رسم خطوط حادة من الأعلى لأسفل أيضاً. نعم، هكذا يبدو أنه يوجد جبل وراء هذا الطائر الذي يطير في السماء. والآن هيا نلون هذا الطائر. نلون وجهه باللون الوردي، هكذا الوجه باللون الوردي. ثم ريش الرأس باللون الأحمر، ما رأيكم الذيل أيضاً باللون الأحمر؟ حاولوا تلوينه باللون الذي تريدونه. والجناح سنحاول تلوينه باللون الأصفر. يا سلام،
الجناح فاتح وجميل جدا. هل نلون المنقار أيضا باللون الأصفر؟ والجسم، ما رأيكم في اللون الأزرق؟ هكذا نحاول الابتعاد عن منطقة الجناح ونلون. يبدو أجمل باستخدام الألوان المتعددة. لأنه ليس واضحاً تماماً، هيا نرسمه مرة أخرى باللون الأسود. نعم، هكذا انتهى كل شيء. ما رأيكم في محاضرة اليوم أيها الأعزاء؟ لقد رسمنا الدب والسنجاب، واليوم رسمنا الطائر أيضاً. ما رأيكم أن نتخيل أننا نطير في السماء بينما نرسم الطائر؟ كما يمكنكم استخدام الألوان الرائعة والجذابة كما تريدون. لا ترسموا وتلونوا كما تتعلمون فقط. حقاً، شعرت بالسعادة اليوم أيضاً. أراكم المرة القادمة. إلى اللقاء!